شارك أهالي وطلاب عائلة الهزيل بمدينة رهط في النقب في وقفة احتجاجية ضد إغلاق المدخل الرئيسي لهم من قبل شركة شوارع إسرائيل، ما يمنع خروج الطلاب والعمال إلى مدارسهم وعملهم، وطالبوا بالتزام الشركة بوعودها بوضع إشارة ضوئية. لازم يوجدوا حل للدخلة وللطلعة، ما في إمكانية غير هالإمكانية، يعني ما في ولا درب ثانية. بيطلعوا منها الطلاب بيخشوا، لازم الطلاب يخشوا في درب آمنة، يعني يطلعوا من درب آمنة، الناس هنا يطلعوا بيخشوا في درب آمنة. ما بينفع الكلام هذا إلا يلقوا حل للموضوع هذا، ما ينفع خلاص الكلام إلا يوجدوا حل. وقد قام المواطنون بإغلاق الشارع احتجاجا على قرار الشركة، ورفعوا لافتات ضد إغلاق الشارع، وطالبوا بفتح ممر آمن للطلاب الذين يتم نقلهم بالباصات إلى مدارس رهط. هنالك ناقلات للطلاب المدارس تصل إلى هنا كل يوم في الصباح وأيضا بعد الظهر إرجاع الطلاب، وهذا الأمر يعيق طبعا التحرك من هذا الحي إلى اتجاه مدينة رهط. لذلك كان الاحتجاج اليوم بالتواصل مع كل الجهات المختصة في هذا الأمر، وكان هناك احتجاج لأن نتنياهو إسرائيل رفضت فتح هذا المدخل. لذلك نحن قمنا بعملية الاحتجاج هذه والتي سندتها طبعا بلدية رهط، ونأمل بأن يكون هناك حلول لهذه المشكلة. وعقبت الناطقة بلسان شركة شوارع إسرائيل بالقول إنه يتم تنظيم المدخل للعائلة بصورة آمنة باتجاه الشمال، وكل من يريد الاتجاه جنوبا عليه الوصول إلى مفرق شوفال والقيام بالتنقل عبر الدوار. أما بالنسبة لشارع داخلي فهو تحت مسؤولية بلدية رهط، وعليهم التوجه لرئيس البلدية لإيجاد حلول.